السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن البوينتر. البوينتر من الحاجات الظريفة جدا في السي اللي ليها استخدامات مهمة وهتفيدنا كتير قوي. البوينتر يعني بالعربي يعني حاجة بتشاور على حاجة، انا ببوينت على حاجة انا بشاور عليها. وفعلا هو في السي ده احنا هنتعرف على نوع من الفاريبل اللي هو البوينتر ده، فاريبل بيشاور على فاريبل تاني. زي ما انت شايف اهو، انا بشاور على الكلام باستخدام البوينتر اللي في الشاشة ده، تمام؟ ده كده انا بشاور على ايه؟ بشاور على الكلام. انما اللي احنا عايزين نتكلم عليه البوينتر، احنا كنا بنتكلم على الفاريبلز، بنقول مثلا ايه؟ انتجر واي ايكوال 5 مثلا يعني، خلاص؟ يبقى احنا كده عندنا فاريبل نوعه انتجر اسمه واي وجواه الفاليو بتاعت 5. لما اجي امسك الميموري ابص عليها هلاقي ان انا عندي 4 لوكيشنز كده اهمت، 1 2 3 4، لان الانتجر بياخد 4 بايتس، تمام؟ هيبقى دول كده مخصصين ان انا بحط فيهم الفاليو بتاعت الواي. حتى الان لو عايز اكسس الواي ده، لو عايز ادخل اغير في الفاليو بتاعته، اقول مثلا واي دي بدل 5 واي ايكوال 10 اي حاجه، يبقى لازم اقول ايه؟ واي ايكوال 10. النهارده هنتعلم طريقه جديده ان احنا نكسس بيها الواي. ازاي؟ باستخدام البوينتر. يعني ايه؟ يعني انا عندي الفاريبل اللي اسمه واي ده بيساوي 5، لا انا هعرف حاجه هنا اسمها بوينتر، خلاص؟ مثلا اسمه واي بي تي ار، واي بوينتر اي حاجه. الواي بوينتر ده هيبقى جواه ايه؟ قال لي ده هيبقى جواه الادرس بتاع الواي. يعني ايه؟ يعني جواه عنوان الميموري بتاع الواي، خلاص؟ وبالطريقه دي انت ممكن تاكسس الواي عن طريق تقول ان واي بتساوي 5، او تقول غير لي الادرس ده اللي جوه الادرس ده وحط فيه مثلا ايه؟ 10. يعني قلت كده واي بي تي ار ايكوال 10، معناه ايه؟ معناه غير لي الكونتنت بتاعت الادرس ده حط فيه 10. ما هو برضو نفس الحاجه، ما هو اللي جوه الادرس ده مين؟ ده الواي، فبالتالي الواحد اتغير. يبقى انا ممكن اكسس الواي بطريقه مباشره او بطريقه دايركت، او ممكن اكسسها بطريقه غير مباشره اللي هي ايه؟ ان دايركت، تمام؟ خلاص، يبقى ممكن اكسسها، يبقى ده دايركت ريفرنس للواي وده ان دايركت ريفرنس للواي. يبقى ممكن اكسس الواي بالطريقتين دي، يا اما بالفاليو بتاعتها اغيرها على طول، يا اما بطريقه ان انا اروح اغير في الايه؟ في الادرس بتاعت الميموري، واقدر ان انا اغير. طالما غيرت في الادرس بتاعت الميموري اللي جواه الواي، يبقى انا بالطبيعي هغير في الواي، منطقي جدا. طيب، حلو قوي. ازاي اتعرف الفاريبل اللي نوعيته نوعه بوينتر ده؟ سهل جدا جدا جدا. هتقول اهو انتجر وتحط قبل منه نجمه. اول ما تحط قبل منه نجمه الكومبايلر كده عارف ان ده ايه؟ ده بوينتر، خلاص. خلاص، بوينتر، وتدي له اسم بس كده، انتجر او فلوت او كاركتر. ايه ده؟ هو ليه انواع مختلفه؟ مش هو كله جوه ادرس؟ ايوه، نوع البوينتر على حسب نوع الفاريبل، حسب الفاريبل اللي هو بيشاور عليه. يعني لو الفاريبل ده كاركتر هيبقى البوينتر بتاعه ايه؟ كاركتر. لو الفاريبل ده انتجر البوينتر بتاعه انتجر. لو الفاريبل ده فلوت هيبقى البوينتر بتاعه ايه؟ نوعه فلوت. نوعه زي نوع الحاجه اللي هو بيشاور عليها، خلاص؟ جواه ايه؟ جواه الادرس. طيب، عشان ممكن اعرف، وطريقه التعريف بتاعته سهله جدا، او بقول انتجر واحط اسم البوينتر. ممكن اعرف مالتيبل بوينتر مع بعض زي ما يعجبك، مفيش اي مشكله، مفيش جديد في الموضوع يعني زي ما احنا عارفين. ازاي بقى؟ السؤال الطبيعي والتقليدي، ازاي احط فاليو جوه البوينتر ده؟ ازاي؟ انا عندي الميموري اهي فيها الواي هنا، قلنا خلاص كده. ازاي اقول ان الواي دي بيشاور عليها مثلا الفاريبل اللي اسمه واي بي تي ار؟ قال لك انت احنا خدنا لحد هنا انتجر واي ايكوال 5، انتجر واي بي تي ار اهو، خلاص، وجنب منه نجمه، يبقى ده بوينتر. عشان اقول له ان البوينتر ده بيشاور على الواي، هقول له كده واي بي تي ار ايكوال امبرسنت واي، اهي علامه الاند دي، وجنب منها ايه؟ الواي. يبقى كده معناها ان الواي ده بوينتس تو واي، خلاص كده. ده كده ايه؟ اتسجل عنده، هيفضل متابع الواي، قاعد باصص عليها ومستني اي، ممكن ان هو يغير كمان في المحتوى بتاع الواي زي ما هنشوف. طيب، تعال نكمل. يبقى عشان نراجع اللي احنا قلنا عليه لحد دلوقتي، لو انا عندي فاريبل هنا اسمه ايه؟
خلاص. الفاريبل ده هو اسمه ايه؟ خلاص جواه قيمه فاليو اسمها 5، الفاليو يعني ايه ايكوال 5 اهي. وكمان ما تنساش ان الايه ده بيبقى موجود في الميموري، هنفترض ان هو موجود في المكان ايه 1025، ده ايه الادرس بتاع الايه. لو حبيت اعمل بوينتر بيشاور على الايه، البوينتر ده بيبقى جواه ايه؟ بيبقى جواه الادرس، فطبيعي ان انا الاقي الايه الادرس ده موجود هنا. خلاص هو بيبوينت على مين؟ بيبوينت على على المكان ده. تمام. الفاليو بتاعت الادرس بتاعت البوينتر ده برضو، ده خلي بالك ده ده فاريبل برضو عادي جدا. تمام، بيتحط في الميموري في مكان عادي جدا، بس طبعا مكان تاني غير الايه غير المكان اللي فيه الايه. مثلا هنفترض ان هو محطوط في المكان 5000، يبقى انا عندي الفاريبل اللي اسمه ايه. تمام، الفاليو اللي جواه 5، الادرس اللي بيشاور عليه كام 1025، الفاريبل اللي اسمه بوينتر، اسمه بوينتر جواه 1025 اللي هي قيمه الادرس بتاعت الايه، وهو محطوط في مكان ما في الميموري 5000 6000 مش ما يشغلنيش في حاجه. طيب يبقى انا عندي تو فاريبلز خدناهم، النورمال فاريبلز اللي احنا كنا اتعلمناهم الاي والبي والسي اي حاجه، والبوينتر فاريبل ده جواه ايه؟ جواه الادرس بتاع الفاريبل. خلاص طيب هنستخدمه في ايه؟ السؤال هوريك هنستخدمه في ايه. طيب عايز اعرف فاريبل وعايز اعرف بوينتر، بتحط الداتا تايب وتقول ايه، تحط نجمه قبل الاسم كده تعرف ان ده ايه، ده بوينتر. تمام تمام حلو قوي. طيب بيديني هنا اكزامبل، بيقول لي انا عندي عرفت بوينتر اسمه بي. تمام، وفاريبل اسمه ان، الان ده جواه ايه 84. عايز اقول ان البي بيشاور على الان، هقول بي ايكوال امبرسند ان كده. خلاص انا كده عرفت ان الايه الان دي بقى كده، الان دي تعال نفكر كده مع بعض، الان دي في طريقتين، ممكن اكسس الان اقول ان ايكوال 5، وممكن اكسس الان اقول ايه برسنتج بي ايكوال 5. ما هو لو انا قلت له برسنتج بي ايكوال 5 معناها ايه؟ معناها روح غير لي في الادرس اللي جوه الان. ده كده طريقه دايركت، وده طريقه ايه اندايركت. ماشي خلاص، يبقى الان جواها 84 والبي جواها العنوان بتاع الايه بتاع الان اللي هو هنفترض ان هو ايه 1024، فهتلاقيه موجود جوه الايه جوه البي. طيب خلاص، يبقى زي ما قلنا انا عندي البي ده بيبقى جواه الفاليو بتاعت الادرس. تمام، استرسك بي جواه الايه الفاليو بتاعت الايه الان نفسها، دي الان الحاجه اللي هو بيشاور عليها. يبقى زي ما قلنا ممكن اقول ان ايكوال 84، وممكن اقول استرسك بي ايكوال 84، الاثنين دول ايكويفالنت لبعض، ده زي ده، لان انا بقول لك ايه حط لي جوه الان 84 او حط لي جوه ادرس الان، ما هي دي كده معناها ايه؟ معناها ادرس اوف ان، ده ينفع وده ينفع. ماشي، يعني انا ممكن اقول مثلا مثلا لو قلنا عندي في الفصل مثلا في محمد واحمد وابراهيم، محمد واحمد قاعدين جنب بعض، ممكن اقول لمحمد قوم يا محمد هيقوم محمد، وممكن اقول لاحمد خلي اللي جنبك يقوم، ما هو محمد قاعد جنبه، فانا اقول له ممكن خلي ايه خلي اللي جنبك يقوم، فمين اللي هيقوم؟ برضو محمد. فدي حاجه اسمها دايركت، دايركت ريفرنس، وده اسمه ايه اندايركت ريفرنس. ماشي طيب خلاص، تعال نجرب كده نكتب كود كده خفيف عشان تتاكد ان الموضوع ايه سيمبل جدا. طيب انا هنا عندي معرف فاريبل اسمه واي. تمام، الواي ده جواه 100. خلاص، وعرفت بوينتر اسمه واي بوينتر، الواي بوينتر ده قلت له ان الواي بوينتر ده بيساوي ايه؟ بيساوي امبرسند واي، يعني الواي بوينتر ده بوينتس تو واي. تمام، طيب بيقول لي هنا تعالى نبرنت الفاليو بتاعت الواي بوينتر، وحاطط لي واي بوينتر كده بس، وبعدين عامل لي في السطر اللي بعديها تعالى نبرنت استرسك واي بوينتر. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ اقول لك الفرق، ده هنا هيطبع لي الادرس العنوان نفسه، ده هنا لما بحط جنب منه نجمه كده معناها هيطبع لي ايه الفاليو
اوف واي، لان هي نجمة واي بوينتر دي بتشاور على الواي. تعالى كده نطبع اهو زي ما انت شايفه، ده كده واي بوينتر، ده الادرس نفسه، ده العنوان. خلاص البرسنتج واي بوينتر ده اللي هو الايه المية، اللي هي المحتوى بتاع الايه الواي. تمام، يبقى ده عنوان، عنوان الواي اللي هو اللوكيشن اللي الواي فيها. ماشي خلاص، ده الميموري لوكيشن بتاعت الواي، والواي بوينتر از ايه 100. يعني ممكن اقول كده بدل ما اكتب الكلام ده اقول ايه the value of the memory address of y is، و ال value of y is كذا. تعال نبرنت اهو، يبقى ده الميموري ادرس بتاعت الواي جواها كذا، مكانها هنا، والفاليو بتاعت الواي نفسها هنا. خلاص، بل اكتر من كده كمان، احنا ممكن نستخدم الكلام ده ان احنا ايه نعدل في قيمه الواي. انا ممكن اعدل في قيمه الواي ازاي؟ ده انتجر، ممكن اقول واي ايكوال 200، هو كان ب 100 بقى ب 200. خلاص تعالى كده نجرب، انا ممكن اقول واي ايكوال 200 وهطبع الفاليو بتاعت الواي، هتتغير اهي. لو انا طبعت هيطبع لي ايه ان الواي ب 200. طيب لا، ده انا ممكن بقى استخدم البوينتر ان انا اغير في قيمه الواي ازاي. اهو بص يا سيدي، تقول استرسك واي بوينتر ايكوال 250، معناها ايه؟ معناها حط لي جوه الواي 250. تمام خلاص، هطبع كده الواي، هلاقي الفاليو بتاعتها اتغيرت اهي، بقت الفاليو بتاعت الواي كام؟ جواها 250. وممكن كمان اجمع عليها، يعني ممكن اقول له percent asterisk y pointer plus equal 10، معناها اجمع لي على الفاليو بتاعت الواي، اجمع لي عليها كام؟ 10، واطبع لي الايه الفاليو ديت اهي. لو جينا نطبع اهو، طبع لك على 250 خلاها كام؟ 260. يبقى هو البوينتر، هو بتعامل معاه كانه هو نفسه الواي، بتعامل معاه كانه هو نفسه الواي، اجمع عليه واطرح منه وازود عليه كل حاجه. ده دول طريقتين مختلفتين باكسس بيهم نفس الايه الفاريبل دي، اسمها طريقه دايركت، ان انا باكسس الفاريبل دايركت، وباكسس الفاريبل بطريقه ايه اندايركت. ده بيشاور على الواي، وده كمان بيشاور على الواي. ماشي يا جماعه؟ طيب نكمل الفيديو اللي جاي.